جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. توب في اي بي، توب في اي بي. مستمعي جوهرة اف ام، مرحبا بكم. ما طوال 4:13 دقيقة، ان شاء الله عشوية مبروكة تعديوها معنا من هنا حتى ان شاء الله اعلم حصيلوا بلاش التوقيت بالضبط. رافقكم في التنشيط جعفر الجاسمي في بلاست وليد، هذا نهائي والى الابد في اطار الانقلاب الشرعي على وليد. حاضر معايا اليوم الفنانة متألقة الجميلة الانيقة ذات الصوت العذب فايزة المحرسي، وثم تشكيلة عالمية لهنا سمعونا صيحة الساعة كبيرة برشا. ومعايا زادة في إطار الانقلاب متبني الساعة الانقلاب ولا أنا متبني الانقلاب ما دام جامع عندك أنت يرحم والديك. هو انقلاب طفيف لطيف، وش حاسك كان جاو مقدمين كل كيفك. بارك الله فيكم. لاباس؟ الحمد لله. خويا زهر طبك، مرحبا بك سي وليد. لا من الناس مش لاباس. لبس. مرحبا بك زرت بركة في جوهرة، أول مرة بحضنا وليد أنت. كان حبر بي، نشكرك على الدعوة أخويا جعفر، وبارك الله فيك على الاستضافة الحلوة هذه. معنا حتى مشكلة واللي حطيتنا في جوهرة اللي فكرت فيك وفي استضافتك. يعيشك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. بونسوار مسيو إريك. ولا تكمل في الانقلاب ولا نبدأ؟ مرحبا بكم ديما معنا على جوهرة اف ام، هذه هي توب في بطارية الدوخة. ما نعرفش تذكر وياك ولا تقريبا عندها 5 سنوات فوقف العرض قبل المسرحية بمتوفة بربع ساعة. فمشيت للمستشفى، زول المستشفى ثم مئات وممكن ما تقولوش ألف، مش بقولوش زاد يحكي على ولكن يعطيهم ألف صحة الناس اللي وقفت الكل. فأنا فايزة معناتها ما حبيتش الناس تشوفني، ما حبيتش الناس يصوروني، معناتها هذاك من حقي كإنسان. ثم بجنبي شاب فهمتني، قلت له أنت صخيبو حاكم، قلت له اسمعني ما أنا عايش خوي برحمة لي عز عليك، ما نحب حتى حد يصورني. فبدأ يبعد في العباد، يبعد في العباد، ما يدخل حد، ما يدخل حتى حد، ما يصوروا حتى حد، الناس كل خرجهم حتى الطب خرجهم حتى حد. الفنان يقعد وحده لاباس، كلمة واعي يعمل لي وحدك حتى حد. الناس كل خرجت، الباب تسكر، صور قال لي صفا توا، قلت له صفا. قال لي انا راني مراسل جوهرة اف ام، نحب ناخذ كلمه. فلا لليوم صاحبي ونحبه على الاخر على الاخر على الاخر، لانه يطلع شانيس الكناني برك. وليد الجزيري طن بعض منكم علي شكون وليد الجزيري حاجه عادي، صورني هو خويا وهبطني هو فهمتني. ويعطيه الصحة لأنه كان عنده ذكاء خارق الساعة فهمتني. وناشط على الأخر التونسي بون فوت ماهيش رولوكينغ، ماهيش رولوكينغ، لا التونسي بون فوت مسرحية مستقلة. بعيد على التونسي بون كوم 100%، لا علاقة لها نصا، لا علاقة لها، مسرحية جديدة، لكن هي حلقة من ضمن الحلقات بتاع البحث في هالكائن العجيب الغريب اللي هو اسمه تونسي. حتى نجمو نكتبو كتب ونألفو مسرحيات ونعملو أفلام على التونسي. أنا خديت ديزاكس حبيت نحكي فيهم، إن شاء الله ربي وفقنا في الشيء النجم نأكدو أنه العروض اللي عملناها في الصيف الكل كومبلي، ومجموعة العروض اللي عملناها لحد البارح في المنزل سيس الكل كومبلي، والعرض اللي عملناه في سوسة المرة اللي فات خير شاد. خاطر أنا ديما نقول مش فايز الإشكال قديش يجيك من مواطن ولا قديش يجيك من إيميل، لا الإشكال قديش يقعد يتفرج فيك من واحد وكيفاش يخرجوا، هذا مهم. باش كل إنسان يعبر على رأيه كما يحب بكل احترام، وفي الأخر احنا توانسة نحبوا بعضنا وما فهميش فارق ما بيننا، من سليانة، من جندوبة، من جربة، من جيبس، معناها كلنا توانسة، كلنا نحبوا بعضنا في الأخر، نختلفوا لكن في الأخر فما حب، فما تفاهم. بعني هدية لتوانسة الكل اللي من سوسة، من جيبس، من سليانة، من مساكن، مش نعمل موال شوية، أغنية تونسية تتغنى بكل تونسي مزيان وكل تونسي تحفون وقلبه كبير وديما معناها يحب الخير في الاخر لبلاده واولاد بلاده. تفضل فايزة. عصور قلبش انتي غالية يا تونس، انتي غالية يا تونس، بناسك عزازك ديما رافعين راسك، احنا شعب واحد صفنا متماسك لك نفس عوفي وين
حياتي يا تونس يا بلادي لك نفزع وفي وين ما ناديتي انتي غالية يا تونس ويا سوسة ويا مدنين ويا سليانة وكل تواصل كل بناس انتي غالية بناسك عزازك دي ما رافعين راسك احنا شعب واحد صفنا متماسك لك نفس عوفي وين ما ناديتي لك نفس عوفي وين ما ناديتي يا تونس يا حرة ما عاد بتذوق المرار ومرة يا تونس يا حرة ما عاد بتذوق المرار ومرة أيامك سعيدة زاهية ومصرة وبين الدول اللي بكلها تسميتي يا تونس يا بلادي بين الدول اللي بكلها تسميتي وارفع راسك فوق فوق انت تونسي حر حاتم مش اختار لكم الحرف حاتم اختار الحرف نختار لكم انا اوكي حرف الضاد قاف قاف يلا حرف القاف اسم بنت حرف القاف وليد نعم اسم بنت حرف القاف نعاونهم قمر قمر مثلا لا 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 عاد زين ما تكلم حرف اوكي يلا يلا ميسالش ميسالش خلينا نزيدهم شويه وقت ميسالش يلا حرف القاف حصريا على جوهر ام جعفور جعفور وفيزوزة يلا هاي عندك جعفر كمل جعفر يسا يسوي في حرف القاف انت جعفر مانا هاي يلا 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 البنية قمر اسم بنت قمر قمر اسم ولد قمر فيزة فيزة خلينا نشوفه فيزة اسم بنت قمر اسم البنت اعطيني اسم بنية بالقاف قمر ليه عاد ليه 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 قمر بنية فسخه ها هي تفسخ اسم ولد والله لك كتبت حرف قسم بالله لا 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 ما نلعبش قسم بالله كتبت حرف هي تو فهمت امورك واحد واحد جاف اسم الولد قاسم قاسم كيف قسم بالله لك كتبت حرف لا 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 جعفر اثنين قيس قيس اوكي قاسم يلا جماد ما جاوبش قل 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 قنفود قوس قوس يا قوس هي جماد شنو اللي بعده الاسم حيوان حيوان قطوسه قطوسه قرد قرد جماد مهنه بلاد ولا مهنه نبات 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 لا ما عرفتهاش قرنفل 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 نبات قرنفل لا بيغزل لي حد انا لا والله لا قرنفل النبات قرنفل زاد حيوان حيوان خليها يقول لنا بلد بلد قاهرة القاهرة لا مش بلد لا هذيك مدينة اتونسيون ليديز اند جنتلمان اسم بلاد اسم بلاد يعني اسم بلاد دولة معناها دولة قطر 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 عندك انت قطر ولو اني من قطر ما يسالش قطر ما يسالش قطر برا هي جال ربي قطر مش بلد مهنة قهوة يجي لا امان كاو كاو كاو
كم خفيف خفيف لا لا قبار انا حطيت قبار قبار انا مهنة قبار ربي لحظه انا خلي فهم منا قبار شنو يعني هذيك هي هذيك هي مش وقته بالله مش وقت على شيء شد اسم مشهور اسم مشهور معناه فنان ولا اسم شهرة اسم مشهور مش نشكب تو اي ما عرفتش بس من بالله مش نشكب مش تو انا تو في سوسه مش نشكب قيس غضبان شكون قاسماوي 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 لا مازدا نحن إذا مازدا قاسماوي اسم اسم تسبيق على جعفر القاسمي ربح فايز المحرسي في البنت ربح 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 من الأول بالحال نعطيك حرف آخر نعطيك حرف آخر أوكي ربح الحمد لله حرف آخر يلا عندكم حرف لا 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 حرف آخر حرف آخر والأخير حرف العين حرف العاء تدخلوا العين يلا 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 20 ثانية تفكير مزيان الفوق يلا عايش يلا حرف العين اسم قريباً. بنت حرف العين قريبا ينتهي التوقيت يلا لقد يلا فايز سيدي ستوب 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 عالية ستوب 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 عالية عالية سيبها لي هذه الملكة عالية مش مشكلة اسم ولد عادل عادل علي اوكي اسم جماد عود عود علبة 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 ليلية كنت حب اسم نبات ليه حيوان حيوان عصفور والله هاي هاي فكرة هاي هاي اللي بعده فيزا فيزا انا بيت عود قرنفل عود قرنفل ستوب لا عود اراك انت عندك عود قرنفل اي عود قرنفل نبات نبات نبته عنب اي 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 موت على العنب بعدين العنب 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 اي وسط وسط البلد بلد 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 عدن عدن مدينة هذه اسم بلدان اسم بلدان فيزا فيزا اسم دولة 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 عمان انا عمان على الظهر سلطنة عمان سلطنة عمان هذيك عمان على الظهر مهنة العراق مهنة 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 العراق عساس 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 عامل يومي ربي يعين ربي يعين وان شاء الله اسم مشهور عادل السليمي عادل السليمي علي الكعبي برافو توا باش نمشيو لعبة الموسيقى معانا سي حاتم وادا باش نغنيو اغنيات وكل اخر حرف من مقطع ياخو عليه صديق اوكي فايزة ووليد جون غير التسرين فايزة وليد وانا وجعفر ما بعضنا رانا يا جعفر تخلي لنا الموسيقى باش نسمع لا لا انا باش نختاروا حرف تبدا لنا المقطع بحرف الحرف اللي تفهم بيه المقطع انت يبدا بيه جعفر اوكي اوكي ليتس جو يمان حرف التي تي 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 يلا بالحق يا حط لحمي يا ملعب الحر ما يشدك الكاس خذوا بالتسعيبه ما ماش تتكلم انت مين مسج تو 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 تاع صغار هذيك تكويتو ما قلت تكويتو ما قلت حتى خذوا نلعب ورا نحبوا نسمعوا الاغنيه يلا تكويتو ما قلت حيت حسيت الجمره بداية يلا هات تكويتو ما قلت حيت حسيت الجمره بداية بداية بلية بداية ياي سحر عيونه مثلا لا لا اعطي الميكرو اعطي الميكرو يا وديات يا 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 وديات يا 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 حنين يا معلمني الحب
حبك زي عجب علمني العرق حبك زي عجب بحبك والله بحبك والله 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 يلا عادي يلا والله 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 بحبك قد اللي فات من عمري بحبك قد اللي جاي من عمري بحبك بالكيف حرف الكيف اعطي الميكرو اعطي الميكرو فيس عصول كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك انت اللي زيك مين كل البنات بتحبك يلا يلا خش عليا خش نلعب تحت الدش يلا يلا بنت فايزه يلا كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بنتك وانت اللي زي بس خلاص حرف النون حرف النون, حرف النون. يلا نون نون ناويلك على نية بس انت اصبر شوية اصبر يا جعفر انا ويالك على نية بس انت اصبر شوية اذا معلقك فيه وهواك يصير بيدي ناوية لك على نية حرف الياء حرف الياء او ياء يا ناس حبوا الناس في وقتها في وقتها جعفرين الله موصي بالحب او يا ناس حبوا الناس الله موصي بالحب الحب فرح الناس يا ويل ما بيحب حرف ال حرف الباء حرف الباء ونختموا معاك يا ويل ما بيحب حرف الطاء خذ انت هون حرف حرف الباء كنقول لها طاء تمشي طاء بابا فين بابا هنا لا 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 ستوب فزت انا تبدا تبدا الو الو نحب نبدا بالباء حرف الباء يا فايزة شنو نربحو احنا بتمون بتمون اي بتمون صغير ما عرفتش بالباء باء بعترف لك اني بحبك اني بحبك ودي اول مرة بحب وانا كنت فاكر قلبي قلبي مرة يلا بعترف لك اني بحبك ودي اول مرة بحب وانا كنت فاكر قلبي قلبي مرة حنين اتاري يا حياتي كان كله كله كده اتاري يا حياتي كان كله كله كده بعترف لك بعترف لك بعترف لك كان يسمعني غازي كما يقتلني جوهرة FM الدنيا وما فيها